زهير حبيبي، ليش ما بتخلوا حنين تروح تسكن ببيت جوزها؟ يعني ما بيكفي مضايقة علينا هي وابنها؟ وبشو مضايقة عليكي؟ ايش ونسيت انه اخذت غرفة الاولاد، والاولاد صاروا يناموا عنا بالغرفة، والاولاد كبروا يا زهير وصاروا يعوا على اي شيء بيشوفوه. مدام لينا، بدك ياني اقلعها؟ لا حبيبي لا تقلعها، خليها تروح تسكن ببيت جوزها. ووسيم مين بده يربيه؟ والله فينا تسجله بشي روضة او بتجيبه لعند امك الصبح قبل ما تروح على دوامها. يا مدام لينا، هي أرملة وما بيصير تسكن لحالها. ايه بتروح تعيش عند أهلها. بدك من أمي تجن؟ وليش لحتى تجن؟ لأنه رح ياخدوا منها وسيم، ووسيم هو اللي بقيلها من ريحة المرحوم أخي. يعني أنا جن معلش وأمك لأ. بعدين لإمتى لإمتى؟ بلكي هيك إن شاء الله أختي مرام تتزوج وبتنحل كل القصص. ضحكتني، مرام وهي صبية ما حدا تطلع بوشها، بدك إياها وقت صارت بالأربعين حدا يجي يخطبها؟ نصيب، كله نصيب. إيه، قولتك نصيب، إذا ضلينا عن نصيب عشنا. طيب خدني أنا أعيش ببيت أخوك، ولو بالأجار. خلصينا هلأ، خلينا نمشي يلا. حاضر.